السلام عليكم اصدقائي، ربي يسعدكم وين ما كنتم كيف ما كنتم. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد ومكان جديد، راح نعجزكم الفيديوهات. هاي جون. مرحبا، كيفك؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. على فكره بردانه اليوم، برد رجع الشتاء اليوم. اي والله، من امبارحه مطر، اللهم صل على النبي، وبرد يعني مثل عادي صار. اصدقائي طبعا اليوم نحن بعاشر يوم رمضان، طبعا سبحان الله انه 30 يوم رمضان اولته رحمه واوسطه مغفره واخره عتكم النار، فهيك الحمد لله انه عدى بخير ورحمه علينا، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هيك نستغل النص الثاني من رمضان بالمغفره، وهيك رب العالمين يغفرنا اذا كان في نزنو وإلكم يعني كلياتنا يعني. طبعا مثل ما قريتوا بالفيديو، اليوم راح نسوي مقارنه بين السوبر ماركت، بين بيم واليو اس بي والشوق والبهلوان اغلو، هدول اشهر الماركتات موجوده بتركيا. راح ندخل نصور لكم اول باول، طبعا اكثر شيء العالم مش بتاخذ زيت سكر الى اخره، نسوي مقارنات. فخليكم معنا. صار بتركيا طبعا. اي والله الغلا غلا صار فاحش كثير. ماركات قريبه على بيتنا يعني طبعا كلها بينه جنب بينه يمكن 300 200 متر. فهذا الفيديو ما راح يعذبنا لانه قريب كثير، ندخل من هون ونطلع من هون، ندخل من هون اخر شيء انه ارخص بناخذ منه بضاعتنا ونضل طالعين. فخليكم معنا، اذا ما كنتم مشتركين اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس واعطونا اعجاب، اذا ما لحد شايفين جون لله ما حد لله لله ولا اعجاب والله كرمالكم. اعطونا اعجاب وضلوا معنا. حلو اشتراك المعنى مشترك. فخليكم معنا اكيد. قبل كل شيء جون صحيح في تعليق امبارح اجى من العراق من النجف وقالت لي انه سكور تعليقي، فانا بقدم تحيه لاهل العراق وخاصه اهل النجف، تحيه من عائله رمضان فاميلا لكم، تضلوا بالف خير. فخليكم معنا لكم. وفي هذا النوع الرز اللي بيجي كيلو غرام 14 25، يعني مثل ما شفتوا والله الكيلو الرز هون 15، طبعا بتختلف الماركه. وفي عنا هون 5 كيلو ب 47 ليره، بس هذا الرز محاشي ما هيك جون، رز محشي هذا المكسر. ايه هاد كيلوين ونص ب 35 المكسر. هلا نجي على الزيت، الزيت هون اللتر وربع 57 ليره. لا هذا شقد كم لتر؟ هذا 3 لتر، هذا 100 ليره 3 لتر، طبعا هذا ال 3 لتر موجود بس هون باليوز بير يعني. وفي عنا الخمسه في ماركتين 4.5 لتر و5 لتر 165 هون سعره. هلا نحن بدنا وهون 176 يعني ناخذ هون 176 بدنا نشوف الارخص اليوم بين الماركات. طيب هذا زيت عباد الشمس بيجي اغلى 176 ليره، في نوعين منه، هاي الماركه بتجي اغلى منها. هلا اخذنا الزيتات، اكياس بطاطا مثلا للنقنع المساء خيالي، هون شيء خيالي عن جد 7.5. لا لا كله صغير والله، بتشوفي السعر بالبيم، هي الكاتشب 9 ليرات. هون مكسرات، مكسرات غالية طبعا. خلينا نروح على قسم الألبان والأجبان. هون قسم الفروج، الفروج كيلو ب 33 صغير. الحفاضات اللي عنده اولاد صغار قريبا راح تشتري حفاضات، قريبا ده يجي دورنا كمان. نروح على اللبن، مستخدم اللبن كتير. كيلوين ب20. هون كيلو جبنة 50. ايه في هون 57. في هذا جبنة التوست ب 44. في ب 55. 62. يعني اللبن 3 كيلو ب 20 قلنا، وجبنة التوست هون 46 و 44 ليرة. سمكة مارتديلا. الله هيك اخذنا لمحه، ما هيك جون؟ هون زيوت للشعر، لانه مره سالوني على زيت الشعر اللي عم بستخدمه رفقاتي طبعا، من هدول هن في الجوز وفي اللوز و يعني 13 ليره الوحده. انواع زيت للشعر. فهيك يعني خلصنا جولتنا باليوز بير، نطلع على الشوخ ماركت. فخليكم معنا حبايبي. الله هيك وصلنا على الشوخ ماركت، راح ندخل من هون قريش جونات وسمعتني.
طبعا شو ماركت اول ما دخلنا هون في فواكه خضروات على فكره هون في شو اسمه يبرق عن جد اليبرق كثير كويس نوعيته 3 كيلو يبرق 65 ليره وفي هون كيلو 15 ليره شوك ماركت في هون تشكيلات بحسوا ما هي موجوده بغير مكان هاي شو هاي بصل هاد ما بعرف شو برتقان هاد مجفف قرو نشوف كيلو اللحمه قديش هون طبعا الفروج مثل ما انكم شايفين 33 هون السعر نفس اليوزبير وفي اللذات هي بتجي الخاض والصدور وكذا للشوي ممكن واحد كمان ياخذ كيلو ب 44 السعر متقارب بين هون وبين اليوزبير خلينا نشوف اللبن 3 كيلو شو سعره عندي هذا 3 كيلو ما هيك 3 كيلو 34 ليرة هون الشوك باللبن اجى اغلى بس يمكن الدسم اطيب من هنيك على الاغلب ما بعرف بس هون اغلى من هنيك اجى بالضبط قسم الزيوت وين جوا هون ما في زيوت هنشوف الطرف الثاني الزيت لازم يكون بهالمكان نعم صحيح هلا نروح على الرز هذا الرز كيلوين ونص 35 ليرة وفي عنا الكيلو بخمس 14 وهذا ب 22 هذا بتحسه مثل الرز الكبسة ياسمين رز ياسمين رز ياسمين اسمه يعني مبيته كويس هاد ب 23 ليرة هون في نوعيات رز نفس اليوزبير وفي نوعيات اغلى الزيت فحم خذي لك كيس فحم في بالبيم ليش الفحم بدك تشوي؟ بدي اشوي اليوم ساوي شوي والله عجبتني الفكرة كثير 160 ال 5 لتر 160 ليرة انا بستنى تنتي تجيني من عفرين على اساس هاليومين وهاليومين ولسه ما اجت على الطريق زيت زيتون اصل امي بعثت لي هلا هون 159 انا بالعاده باخذ من البيم هلا شو شط صايب البيم لا شو ده عندهم لما ده عندهم هون 159 ليرة 160 يعني هون 160 هذا عباد الشمس هذا ايفين عباد الشمس بس غير نوعية غير ماركة ايوه شفتوا الرز بال 14 الكيلو واللبن كمان غالي مقارنة باليوزبير فخليكم معنا لحتى نروح على البهلوان اوغلو بهلوان اوغلو يعتبر شوي اغلى من بقية المولات هي عاملين عروض السكر 5 كيلو كمان فخليكم معنا خلينا نروح على البهلوان اوغلو ونصوركم هنيك يلا بانتظار اصدقائي يلا جينا على ماركت بهلوان اوغلو مثل ما عم تشوفوا عم تقروا معي كمان خلينا ندخل لجوا طبعا هون الباب بيفتح الكهرباء مجرد ما فتح الباب على الكهرباء عكس اليوزبير والبيم معناته السعر اغلى من غيره ها جونا توقفت عند الحليبات حليب الاطفال اي يلا بنشوفه هذا سريلاك عندنا بسوريا سريلاك وعندكم ببصر بالمغرب العراق شو بتسموه اكتبوا لنا بالتعليقات سريلاك كمان طبعا الاسعار 27 31 مختلف حسب النوعيه شو اسمه 6 شهور ايه في له نمر ارقام البطاطا هون ما صورنا طبعا البطاطا مثل ما انتم شايفين هي كاتشب كانت 7.5 هون 9.5 او 10 قليلا وفي هون ب 13 كمان هذا بلاستيك اغلى شيء بيجي 15.5 هذا السوبر ماركت اغلى شيء بنحسب مجرد ما فتحوا الباب على الكهرباء خلاص بعد ترجع خلينا نصور اللبن اللبن قد ما هذا شوف عندنا هون كيلوين كيلوين ب 40 ليره هون اغلى طبعا كله لبن على فكره يمكن اليوزبير او الشوخ والبيب اطيب من هون في هذا كيلو ونص كيلوين هذا ايه سعره 26 او 27 ليره مربى مربى مربيات هون اطيب على ما بعرف هيك عم بطلع من الشكل بحس اطيب ايه اخذنا ذاك اليوم ما طيب طول زعرور ولا رمان اليج اليج مرمرليت ايش عرفني هيك اسمه زعرور ايه زعرور عامل له مربى كمان مربى زعرور يا الله اول مره بشوفه كرز فريز طبعا هون كله 25 ليره وفي صغار ب 11 ليره
علبة الحليب هون ب 12 ونص، 11 ونص، ب 10 أرخص شيء. كثير غالي، عن جد غالي كثير. ايه خليني أورجيكم الرز بالبهلوان أوله. أوله يا بهلوان. خليني هون 14 20 نفس الشيء تقريبا. وفي عنا هون 27 2 كيلو، وفي عنا 30 كمان 2 كيلو. يعني الرز معقول مقارنة باليوزبير والشو. ايه في زيتون مخللات. اشوف الفروج شو سعره هون، 161 خروف، مو خروف عجل هيد مكتوب. في هون قشرة كمان، اذا عم دور على قشرة يجي لهون. الافخاد هون 48، الفروج 71 صدورة، 36 فروج العادي. طبعا هيك الزيت كان ب 33، هون عندنا 36 ونص، هون اغلى ب 3 ليرات. والله يقسم. شوف جوني جوني سودا. بدي اخذ سودا عشان بسوي عصير البطيخ اليوم. عصير البطيخ؟ ايه هذا بطيخ. ليش عصير بطيخ؟ هذا ما فيه شو اسمه ممكن بده غازات، يعني يكون فيه غازات عشان يطلع هيك. اذا اخذ شو اسمه الليمون بالضبط كان بدي سكاده انا، بس بالعسل ما في، في بالاناناس. هلا ما تلاقيته؟ ما في غير سادة، بالبطيخ ما في سادة. في بس بيجي أكبر منه، ما استفدنا منه. هذا بشو؟ سادة، سادة. سادة هذا. طبيعي. مياه معدنية بقولوا يعني. هذا فيه أنا ما بحبه سبحان الله، فيه غازات بس ما بحبه. ما بعرف إذا حطيتي بالطعم شلون بده يطلع. إذا بتضل طعمة على حالها أو بتخرب ما بعرف. بدي آخذ من هناك. هو لأنه بده غير سوبر ماركت ما بنلاقي فيه. تمام. هذا ما مكتوب عليه انه فيه غازات جون؟ لازم يكون. ما اعتقد، من العلبة تبعته بتنفتح بسهولة، ما في غازات، لازم يكون محكم مثل الأغلاق حتى يكون فيها غازات. ليمون. ضل شيء ما صورت لكم اياه هون، على الأغلب صورت لكم كل شيء ببهلوان أول مقارنة بهنيك. حبايبي مثل ما شفتوا هون اسعار اغلى بكثير من مقارنه باليوزبير والشوخ ماركت، فخليكم معنا. هلا نروح على اخر ماركت هو البيم. طبعا هدول الشعبيه، في عنا الميجروس، بس الميجروس نادر ما تلاقوا، يعني قليل، ما بكل منطقه ممكن تلاقوا الميجروس، في مناطق محدده له بيكون اكبر، طبعا اسعار بتكون ارخص هنيك، في له بطاقه خصم كمان. حتى هون يعني البيم او اليوزبير بيعطوا بطاقه كمان لحتى انت تشتريها ويكون في عروض، احيانا في عروض بتعمل خصم عليها. بس هذا الخيار بلبن، لبن بنعناع بس 12 ليرة، يعني 3 4 معاهم. اي بالضبط، سووه في البيت انتم احسنكم يعني. هذا شو؟ هذا متبل، تبل باذنجان. هاي هيك قلوبات بازيلا مع الصوص ما بعرف شو. على كل حبايبي خليكم معنا، ضل اخر ماركت البيم بنروح عليه وبنصور، على الاغلب بناخذ اغراضنا من هنيك، لانه اظن اعتقد الى اخره ان الاسعار هناك بتكون ارخص من هيك، فخليكم معنا. هلا وصلنا للبيم، البيم رح ندخل عليه، واعتقد ان شاء الله ما يكون هيك. اخذنا الزيت منيك 160 ما اخذنا، جينا ناخذ من هون، فان شاء الله تكون الاسعار مناسبه هون. طبعا زيت انا كل اربع خمس ايام باخذ 5 لتر بخلص معي الزيت. طالما في هذا خبز رمضان بيحبوه كثير هدول بياخذوه التراك. بيدا ايه هون بتلاقوا زحمة، في حركة، في روح. ليش؟ لأنه رخص، وين في رخص بتلاقوا في حركة أكثر. ما شاء الله على الزحمة. ايه قلبي جيب سلة قلبي. أبلش باعتبار دخلنا من هون، بلش من اللبنات والجبنة. أنا نسيت عم فكرة، ممكن تراجعوا الفيديو شو كانت الجبنة هنيك، 45 أعتقد. هون ب 31 عفوا، هون تحت يعني توست بانيه 55. هنيك كانت 45 ما بعرف، انتوا تلاقوا قارنوا يعني وين بتلاقوا هون لهنيك ارخص. وفي عنا هي جبنه كمان 36 1 كيلو. طبعا جبنه هون 36 كويس، بالبازار عم بيعوها 45، بازار اغلى من هون. اللبن 3 كيلو، في هي النوعيه وفي هالنوعيه كمان. اسعار 35، وفي هاد كمان كيلوين ونص 25 او 26.
وفي هذا كامل الدسم كيلو ونص 17.5 18 ليرة. يعني اعتقد العروض هون افضل من الماركتات التانيات. في مخللات 7.5، مخلل الخيار مشكل يعني بيجي. اما البطاطا كمان هون الكاتشب 9.5، وفي عنا هون كمان هدول بيجوا حد كتير مع صوص طالع جديد. الموديلات النوعية هي ب6.5، هذا الكاتشب 7.5. مثل ما شفتوا البهلوان اغلى بالنسبة للبطاطا والشيبس اغلى، بينما هون وباليوز بير ارخص. خليني اروح عند الرز. جوينت اين الرز بتاخذي؟ لازمك رز؟ انا باخذ هذا الرز. في هاد بيجي كيلو، هاد اقوس نوع بطلع يعني 26.5. شات كان هنيك نسيت، هون 26.5، هذا افضل نوعية لونه اخضر. وفي كيس لونه ازرق ب 18.5 كيلو. هذا كنا ناخذه 17 غليان، صار ب 26.5. ما ضل شيء انتوا بقولوا رخص كله غالي. هذا على الفوق، للفوق هذا بعدين 3 كيلو، في كيلوين ونص. الزيت نجي على الزيت يا حبيبي، يا زيت اسعاره من تاني طرف. انا جاي كمية فروج جديدة. طبعا الزيت هون 165 وفي 547. هون ارخص شوي، في فرق كبير. الايش تشيك يا هون 147 هاد باعتبار ارخص. ناخذ من هون جون. انت جاك تاخذ مشان الشوي جاي جديد يا طلع الساعة بصفهم بالبراد. مانغالي شن شي فانو بارت لي بارت لي فاميت يوش الشوي في منو بجي مع البهارات عبول ما في. يلا نحن ناكل بس خلي يصفون. طبعا افضل شيء مثل ما شفتوا البيم. انا بنصح انه اي حدا عنده بيم قريب يدخل عليه ويشتري. صح في ارتفاع بالاسعار بشكل عام كانت الاسعار، بس انه البيم انسب من غير مولات. هلا انا اكثر شيء بشتهي عليه بعد الافطار نبيله. نبيله وبعز دينش البرد اليوم. خذيلي شوكولاته انا جو. احب الشوكولاته. انا اكثر طعمها بحبه. هذا ملون فيه بالزول، هذا بوريه العضه تبعته بتلمع سنو. هلا انت بتحب الشوكولاته؟ انا احب الشوكولاته. ايه هي قلبه، هي قلبه بقول هي وبكملها كردي. يعني كلمه بالعربي كلمه بالكردي. في هون كمان زيتون، زيتون كله طلع الزيتونه ما شاء الله. حبه الزيتون شده كبيره 15 ليره 400 غرام. وفي عطون كمان ب 13.5 كيلو. وكمان في النوع الثاني هذا ب 18.5. وفي هذا المعلب 28 ليره. في هذا ب 32 وفي هذا 38 وفي هذا 46 2 كيلو. طبعا بختلف حسب الوزن. بالنسبه للكاتشب، الكاتشب يا حبيبي يا كاتشب 460 غرام ب 18 ليره. وفي هذا الكاتشب ب 13 ليره ب 13 بول. السعر رخيص والله، كثير رخيص. وفي عندنا المايونيز ب 30 ليره كمان جديد جايبينه هدول. بالنسبه للطن، سمك الطن بيجي علبتين ب 45 ليره. وفي هذا ارخص ب 30 ليره. باباي هاي وحده لك وحده لاريا. حليب والبقره هون عاملين لحم العجين كمان، بس ما طيب يا الله مبرد والله ما طيب. خلينا نشوف الفروج شد الكيلو. في هون هندي كمان ب 41 56، الطاووق ب 38، خاد ب 33 34 ليرة. يعني مقارنة بالشوق نفس السعر ومو حابس. هون فروجة بتيجي أكبر بتحسوها أطيب ما بعرف. هلا كل ما اخذنا فروجة من هون، طبعا فروجة بيجي حوالي وزنها مثلا فلنفرض هي وزنها 2 كيلو، يعني على 33 بتتحقق 64 ليرة 65 ليرة الفروجة. طبعا ما بعرف بأوروبا حقها يمكن سعرها يورو أو 2 يورو. اكتبوا لنا بالتعليقات جماعة لو عايشين برا شو سعر الفروجة عندكم.
قلبه اندومي اللي تاعي جون نقي فروج. هذا بده 3 ساعات ليصف. هذا مشروب رمضان كتير طيب، اخذ منه طعمته كتير طيبة. بلكو شايفين رمضان مشروبه هذا حصل برمضان بنزل حقه 6 ليرات. هذا شو هاد؟ هذا بندق، مشروب البندق هاد والله هيك الظاهر. لا الحمص، مشروب الحمص بوزة مكتوب عليه. شو سعره؟ 7.5. هاي أول مرة بشوف هيك مشروب، يعني ممكن تسخنه مثل السحلب وتشربه. جون هذا شو؟ من جديد عم بشوفه بالبيت. شو عم بقول؟ الحمص طيحنينه وعاملين له عصير وتسخنيه وتشربيه مثل السحلب. حمص بس بوجع البطن. هذا ما بدنا لبن، عم ناخذ. صحيح بدك لبن؟ ناخذ لبن. اشوف انا بشوف انا والارخص لا تقول لجو 25. هذا كم كيلو؟ كيلوين ونص. كيلوين ونص، هذا 3 كيلو. 3 كيلو اوفر ما والله. 2 و25 نفس الشيء. ناخذ هذا فرد مره 3 كيلو بس. والله عم بفكر اجيب لبن غنم. يلا خلي موجود. شايفين محتارين مثلي؟ انا محتار والله ما بعرف. صحيح بدي زبده مشان السحور. انا زبده ولا هدول كريمات هون. هاي لافاش كري هون 18. هاي الصغيره في منها بيجي دبل 7 ليرات. هيك بعرف بس في منها بيجي دبل. في منها بيجي اثنين. هي اطيب من هدول كريمات والله مثل لبني. هذا هاد لبنه؟ ايه. انا بعرف هذا مو لبنه، مكتوب عليه لبنه. هذا كريم بانير، كريم الجبنه. هذا وفي هاد جديد. لا اخذنا هاد ناخذ هيك. شو في 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 هذا ب 13. لا هذاك احسن ما ناخذ. هذا ب 27. ايش هذا؟ كريم يا هذا كريم يا 27 ليره صغير. والله بدي اخذ هاد واحد. هاي زبده عاديه ب 13 ليره. هذاك ب 18. اي هذا غير هذا. هاي لافاش كري اخذته. لافاش كري هاي لافاش كري ما اخذته. اخترت هي يعني؟ ايه حطي هي كمان هي صور طيبة. اخذ لكم هي كمان تبع الجبنة هي مثل التوست حطوها. الله طبت. تعي نقي فروج ونطلع. طولنا الفيديو على المتابعين يا حبيبي. يا متابعين يا انتو ما ضل محل ادخل. جو انت نقي، ادخلي نقي شو في بدك تاخذ مشان الشوي. أصدقائي الله هيك مشترياتنا هي زيت، مشروب، هاللحمة هيك. أورجيكم الفاتورة مبين عليكم 340 ليرة. شايف بس مجرد هيك شغلات صغيرة 340 ليرة. أصدقائي هيك بيكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون الفيديو نال على إعجابكم. إذا حبيتوا الفيديو أعطونا لايك واكتبوا تعليق انا وان انتوا اكثر شيء بتستعملوه، يعني اكثر شيء بتروح على البيم على الجوز بي على الشوك انا واكثر ماركه فانتوا بتستعملوه اذا كنتوا عايشين بتركيا. وما بعرف اعتقد انه في كمان بيم ماركت البيم بالمغرب او الجزائر بتونس. اصدقاء بمصر والدول العربيه اذا كان في عندكم ماركتات اكتبوا لحتى ناخذ هيك معلومه يعني منكم. اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتنا. تضلوا بالف خير واستنونا بفيديو جديد ومكان جديد. باي باي.